رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان يا جماعة كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا يا جماعة اليوم بدنا نسوي فطور، أحلى فطور بالعالم، العبود والمهدي لأنهم صايمين. الشباب صايمين اليوم. صايم أنت؟ إيه صايم؟ ها اسألوه صايم ولا لا؟ صراحة أنا بقدر ماني صايم. خجلتني يا زلمة. مهدي مهدي الصراحة صايم ولا مفطر؟ صايم أكيد. إيه الصراحة ها؟ صايم. صايم؟ عبودة ما يكذب، عبودة يحكي الصراحة. صايم مهدي؟ لا فاضر. صايم صايم. هل يكذب يروح النار؟ فاضر بس فاضر زيت وزعتر. فاطر على زيت وزعتر. الزيت والزعتر ما يفطر مو؟ ايه ما يفطر. قناعة عنده انه هو كساب. هو كساب. كساب انت ليش تقول له فاطر؟ زيت وزعتر ما يفطر يا عبودة مظبوط؟ خذوا كلب حب. هذا مو كلب حب، هذا نجمة. لا كلب حب. طبعا يا حبايب اليوم شو بدنا نساوي؟ بدنا نساوي بدنا نساوي أحلى طنجرة مقلوبة لعيون الشباب الحلوين. وبدنا نسوي لهم أحلى فطور. طبعا خليكم مع الفيديو يا جماعة ومشاهدة ممتعة. لا تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل الجرس. نحبكم. ويلا نشوف شو بدنا نسوي فطور غير المقلوبة. يلا يا جماعة مثل ما تشوفون الحظ كل شيء جاهز، عدة المقلوبة كلياتها جاهزة هنا. والحظ بدنا نقول بسم الله ونسطر عدة المقلوبة. عدت عدت ما قلت لي نعيما. حلو الحلاقة. الله يريته نعيما يا ابو العبد. ان شاء الله ان شاء الله حلاقة العرس، ان شاء الله حلاقة الدهر. يلا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله. اول شيء نغسل يدي. اوكي انا نسيت اجيب كفوف، والله كنت بالمحل وشند اجيب كفوف هاي تبعي الطبخ وما طبخ، بس نسيت اجيب كتر ما وصلتني معبود. عملت على قلبي، عملت عليك قريبي، ما عاد اطوس قدامي ابويا. كل ما افوت على المحل اللهم اني صام اللهم اني صام. يلا بسم الله. طبعا يا جماعه بدنا نسطر البندوره هيك. بسم الله. اوكي طبعا نسايب هاي الطنجرة الصغيرة احسن هلا قد تعرفون، بس نقدن ما نعنا كلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحظ يا جماعة بدنا نسطر الباذنجان مثل ما تعرفون هيج شايفين. خلاص صار كويس هيج، ضل ناقص واحد، روح يغلي وحدة وتعاي قطعة وحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحظ يا سلام شوفوا. طبعا معبود سلقت هذا سلق عشان ايش؟ عشان احس بعد ما نحطه بالمقلوبه مع العده يستوي مباشر. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. نسطره هيك. بسم الله يا سلام. هب. وهاي بالنص يا سلام. شلون؟ طبعا يا جماعه الحين نصفي الرز هيك ونقول بسم الله نصفيه. اوكي تمام بنقعد مي ساخنة. طبعا الحز يا جماعة نكت الرز ونقول بسم الله نكته فوقها. نحط زوم الفروج. زوم اللحم اللحم عفوا اخربط يا ام عبود. لازم بسم الله
طبعا الحزيج يا جماعة، ونحطها وين؟ نحطها على الغاز. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء ان شاء الله بسم الله، ان شاء الله الغاز نحطها على الغاز بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، انا حسبتها ايش قد؟ تقريبا ساعة، مو 40 دقيقة، ساعة، فهمت علي؟ نحط هاي بطاها فوقها بسم الله، نتركها لحتى تستوي. والحز لسه ما استوت وريحتها صارت تهفف بقلبي. البهارات وينهن؟ وينهن؟ ما حطيت عليها؟ والله ايه يا حجي. انت بهري هاي 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 والله انا معبود بدي ما احط البهارات، ما على قلت انا احط بيدي شوي يعني هيك بس هيك بس والله صرعتيني. واخر شيء دقه هاي طلعت فشلتني، هاي طلعت بيدنجاني لبرا فشلتني، رح تفشل كل الطبخة ما تزبط. تعالي نحاول من الأول وجديد. نمزع يلا نرجع لكم يا جماعة. هدينا تحت المقلوبة والحز، بدنا نقول بسم الله ونفرجيكم شلون استويت. شوفوا ما شاء الله الحز حاجتها، على ما أظن حاجتها. نطفي تحتها ونقول بسم الله وننزلها. بس قلبتها قيمت، قلبتها بعد شوي طرق. بدي اتفنى لحد اشيلها يا معبود هيك. حط بيت هني هيك. صارتني براسي. يلا عصاري نساي اللبن. اوكي نخفض اللبن شوي. ليش عم نخفض اللبن يا جماعة؟ عشان نكتو فوق الخيار. بدنا نساوي نساوي شو اسمها، شو اسمها يقولوا لها؟ عيران؟ لا لا مو عيران، الزلطه والعيران مع بعض شو اسمها؟ مدومه. لا معبوده تعلمني، شايفين؟ فوق اللبن راح ازكتهن. اساس تساوي حالي معلم على الفكرة انا مسويها. ضحكيني ضحكيني طبعا يا جماعة الحزم كتيج فوقان. اوكي يا سلام. ينكافيين يا سلام. هيك بسم الله. سلام شايفين؟ لاحظ يا جماعة نجيب رشة نعناع هيج ونقول بسم الله هيج فوقها. اوكي الحز شوفوا لي على الهلا. يا سلام. هاي با ايش بدك تقول حرامي بابا؟ تعال تعال ذوق لي اياها. تعال تعال انتوا عبوده وعزيز. تعال عزيز تعالوا. طبعا هذا عسيس، ما عرفناكم على عسيس، هذا ابن اخوي الصغير. هو تعال ابن اخوي علي. قرب قرب يا عسيس ذوق لي. هاي امشي ذوق 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 لي. طيبه طعميني اسا والله طيبه والله طيبه. ندير الاغاني، انت وين عندير؟ دير على الكاميرا. كلهم طيبة؟ لا مين كبير؟ طيبة بس نار. نار؟ لا لا أنا حطيت لها توم. توم؟ أنا حد زي عبود ومهدي دحقوا دحقوا. شوفوا لي. توم نار يا سلام. طعمينا طعمينا. أنا حد تعرف شو أسوي؟ لا ما أنا حد ما أطعميكم شيء. أنا حد نحطها هين بالصدر ونقلبها خالص، أوكي؟ يلا. يلا بس خلينا نظبط الوضع ونحط على السفره بعدين نقلبها. يا جماعه الحاز السفره صارت جاهزه
والحس جدور ايش المقلوبة عشان نقلبها. يلا الحس طبعا يا شباب. أول شيء نصب الطوق. لا أول شيء بنقلبها بعدين الطوق. بسم الله. أول شيء بدنا نحط هاي هيك يا عبود ومهدي. وثاني شيء نسمي بسم الله. أول مرة ساوي مقلوبة. بسم أوكي. الله أول مرة أقلبها يعني. أعطوني اسكتوا. صلوا على النبي. صلوا على النبي. الله اللهم صل على النبي. ايوه اللهم صل على النبي. ايوه اللهم صل على النبي. يلا بسم الله. 1 2 جاهزين. بسم الله بسم الله. ايه ده قالت تكسر هاي البلور تحت. الله يسلم يا سلام. الله يسلم عليه. اللحم. اللحم جد عليه. اللحم مهلوس هل تشوفوا؟ طعميني يبا طعميني. خلينا نفوكها. انا عزيز ومهدي احط لك اياها مع ايران مشان ما تكون ساخنه. شوف طيبه والله. واني انا الي وعزيز بس. لحم خروف بالله طيبة. شلون طيبة؟ بالله عليكم يبا لحم بكر. بالله يا جماعة معلم. شوفوا لي بالله عليكم. شوفوا لي هيك 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 شلون البخار يطلع منها. قسما بالله ريحة لا توصف. يا سلام يا سلام. لا تقولي له يا ابو العبد مو معلم. البيتنجانة يا معلم. اسمعوا البتنجانات اللي وقعان بدي اجيبهن واحطهن هنا. اوكي ايوه. ليش وقعتي انت وياها؟ ارجع لمكانك. البتنجان نكهه الحز صبي عش عيش. طبعا يا جماعه تعالوا هين تعالوا هين تعالوا هين خلينا نصور صوره. يلا يا جماعه الله يعطينا العافيه اني وام عبود. ايش مش عم نقولها يا منتي. الله يعطينا العافية جميعا. وان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم. حبايب مثل ما تشوفون حبينا نشارك معاكم هالطبخة الجميلة وهالسفرة الجميلة. وحبينا نشارك معاكم هالمقلوبة. واعطونا رأيكم بالكومنتات ظابطة ولا لا. انا من جهتي ظابطة لانها طلعت ما شاء الله قالب. فهمتوا علي؟ شوفوا اللحمات. شوفوا ام عبود الله يعطيها العافية. أدن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لمينا اللحمة. بسم الله. لمينا اللحمة. طبعا يا جماعة ما أحد باكل قدامكم عشان حرام. فهمتوا علي؟ لمينا اللحمة. هاي اللحمة لك. بس بردني. قول بسم الله. بسم الله. طبعا يا جماعة لهين وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسونا باللايك بالاشتراك تفعيل الجرس. نحبكم. ونحبكم. ورمضان مبارك علينا وعليكم يا حبايبي. رمضان كريم. رمضان كريم. باي.